ومدير مروك راه واحد وراه مش كيما تاعنا. مرحبا بكم من قلب مدينه جديده من مدينه بنزرت التونسيه. هذا هو اول فلوق تنصوره في مدينه عربيه او في دوله عربيه، وتونسي اول دوله عربيه ليا من بعد من غير المغرب بطبيعه الحال. شنقول لكم، ماشي اول مره هذه كنجي لتونس، ولكن اول مره كنصور لكم وكنبارطاجي معكم التجربه ديالي. صراحه كاين بزاف ما يتشاف في تونس بصفه عامه وبنزرت بشكل خاص. غنقول لكم علاش بنزرت واعره، فيها واحد الحاجه اللي بزاف الناس كيموتوا عليها في تونس او لا خارج تونس، اللي هي كاسكروطات ديالهم، كاسكروطات الخوت. شنقول لكم، انا دابا كنتواجد في المارينا اللي كتشوفوا هنايا، هذه هي المارينا ديال بنزرت. مدينه صراحه لا كتبان، اول انطباع ديالي ليها فاش يلاه جيت كان زوين، عجبتني بزاف. فيها مدينه العتيقه ولا المدينه العربي اللي غنشوفوها، فيها الفيو بور اللي كاين تاوين في المدينه العربي، فيها بحر زوين، فيها النواحي ديالها رائعه. هادشي كلشي ان شاء الله غادي نشوفوه، فنمشيو ان شاء الله نجربوا الملاوي البنزرتي. هذا تنقولوا ليه في المغرب تجوج وما قالها ليا. دخل فاش كتدخل لبنزرت كتقطع القنطره اللي غنشوفوها، كتلقى هاد الا بغيتي غادي نيشان كتمشي للكورنيش ديالهم. طبيعة الحال راه بعيد واحد شويه، خاصك لي طاكسي. توا غنشوفو ان شاء الله. الانطباع الثاني هو انه البني ديالهم راه بحال اللي قال في كازا، بحال اللي يعني ما كاينش شي فرقه ولا شي اختلاف اللي هو كبير بزاف. بكل صراحه كتحس باللي ما راكش في دوله اللي هي جديده عليك كليا، بحال قلت تونس امتداد للمغرب والمغرب امتداد لتونس. انتم كي تشوفوا الخوت، اي لوف ديزرت. غادي نمشيو طول وغادي نلقاو البلاصه اللي كيبيعوا فيها المسمن. كان فيها واحد المغربي، كنت جيت المره اللي فات كنت لقيت مغربي كيبيع المسمن هنايا. هذاك هو اللي كيبيع الملاوي واللبلابي، كم الى وافق نصور لكم. مشكل الا صورت خدام ماشي مشكل، الا صورت خدام ماشي مشكل. بارك الله فيك. صباح جيت على قبل هادشي هذا راه بارك الله. لا ماشي في الجزائر، المغرب. المغرب موجود ولا لا؟ ما كاينش، كاين عندنا منه الملاوي مي هاكا ساندويش نو ما كاينش. كيخدم معنا واحد مروك راه تلاقيت به، كنت جيت عنده. لا ما بقاش خدام. ماعرفش لا في تونس دابا. السلام عليكم. كنت جيت عنده. سيبو مزيان. لا حد قداش؟ انا خذ صافي خليها بغاتك هذيك. شكرا. هذا هو المحل مع لابرار خوت لي جا البنزرت، مرحبا بكم عنده. هذا هو الملاوي كيف ما كتشوفهم، ملاوي فيه الهريسه، فيه الجبن، وفيه الجومبون اللي هو الكاشير اللي هو بحال لانشون ديال الكاشير. خوت شي حاجه واعره بزاف. هيا من نحاول نوريكم زعما نشرح لكم كيف جايه. ثمن الخوت هو 3 دينار اللي تقريبا درهم. نقول لكم الخطوات القضيه، انا ماشي تونسي مغربي، ولكن قلت للتوانسه ما كتعرف والو في الهريسه، كنعتقد لا تيقول لي نزيد الهريسه، نقول لي زيد. وكل عمر الهريسه
وصحاب لكم زعما شباني هذاك الملاوي ابدا همشي نضرب دابا كسكروت البلابي نصوروا لكم حتى هو حطوا الخطوه هذه الحاجه راه الماكله تبارك الله فين ما مشيتوا يمينا ويسار عندهم بزاف هاد الساندويشات ما يمكنش هادي السويقه ديالهم حالنا حنا تماما يعني بحال اللي قالت في المغرب تيبع لباس نضارات المسائل هذا البالي انا عندي راه بحال راه كنقول لكم ديما الفطر الا راك في بلادك ما كتحسش بلي راك في بلاصه اللي بعيده الناس عادي العيالات لابسين الفولار الناس يعني ملتزمين متحجبين كاين بزاف كاين بزاف الناس للاسف واخدين واحد الفكره كنت نقولوا خايبه شي شويه تظنوا ان تونس كلها هي الناس ما كيصوموش ما مبتدينيش الى اخره وهذا هذه فكره نمطيه صحيه خايبه بزاف كنصح اي واحد ما يخفت الفكره هذه لتونس لانها بحالها بحال جميع الدول الاسلاميه كلهم كيف كيف عموما هي دولة مسلمة ناسها مسلمين كلمة ديال الله ورسول الله مكتزكاش منو مي بطبيعة الحال كيف كاع الدول فيهم الصالح وفيهم يعني فيهم الطالح هم طواجن بحال ديال المغرب هما ماشي طواجن المهم هما عندهم بحال هاديك الطنجية تيقولها لق كيقولوا ليها مشات لي السميه ديالها كتكون مفتوحه من الوسط انتما الخط وسط السوق وكل شيء الناس خارجين تبارك الله من الجامع انا زقلت الطهر انتما اللي كيقول لك تونس دوله ما نعرف شنو واخدين على ستيريو واحد الفكره نمطيه انتم الخوت الجامع عامر بارك الله من الحوايج اللي كيعجبوني انا في الدول العربيه وبخصوص تونس ما كتحتاج انك تدوي بشي لهجه مختلفه فكتدوي فقط بالمغربيه والناس يعني كيفهموك الحمد لله كيف ما كتشوفوا راه اللي دويت معاه كيجاوبني يعني عادي جدا ما كاينش ديك ما فهمتش ولا حاجه كيما هكا انتم الخوت جامع حدا جامع يلا دزنا لك قبيله من حدا واحد الجامع بيناتهم ميم با 30 متر واحد هنا ولا اخر صوت لكم الجهه الاخر باش تعرفوا الخوت باش تعرفوا الكاسكورت بارتو وكاسكورت هنايا ونزيدوا واحد شويه نلقاو ثاني واحد يبيع كاسكورت هنايا اللي غنتقدم من عنده تقريبا هو اللي عنده احسن واحد دقت شحال من واحد فيهم هذا اللي غنجيكم ليه اوه كطحت لي هاد اللعيبه تقريبا اللي غادي ندي لكم ليه الخوت هو احسن واحد كيقاد البلابي اللي كليت انا يعني التجربه الشخصيه ديالي هذه وهذا هو الاخ اللي كيبيع البلابي راه في كتبان لكم مكتوبه تما كديك هي الموديل بحال اللي قلنا الناس عمرك تجي تقول شي واحد نتلاقى حدا اسواق سلام هذا هو الريفيرونس ديالو المرجع ديال اي واحد باغي يتلاقى بشي واحد تيقول ليه هذا الموديل هذا هو البلابي خوت جبت البلابي ديال الكاسكروت ها هو عيت من داك الشخص باش انا نصور ما حبش هو صحابي باش بغيت نصوره هو كامله لاحظت بلي بزاف كي ماشي هو اول واحد وثاني واحد بزاف كيخاف ولا ما عرفش كي ستريسي بون ما حبش انا قصدت انا نصور فقط يدي هو خدام مي ماشي مشكل تنصوره فشي فيديو واحد اخر جيت دروك الفيو بور اللي هو الميناء القديم كيف كتشوفوا بلاصه زوينه بزاف كتفكرني فيها شويه من كل جزء من المغرب تقريبا كتحس بحال راك في اكادير شويه في الرباط شويه في ما عرفتش ما شاء الله بلاصه زوينه بزاف هذا راه باتوريستو وسط منه كاين ريستو كتشم واحد الريحة زوينة ديال الماء تاع البحر هاديك الملوحية يا سلام
هنايا؟ لاباس خويا؟ الله يبارك فيك. هيا نصور. مرحبا بكم بابا غالي. خويا مغربي انت؟ المغرب اخويا بارك الله. مرحبا بياس المغرب ومرحبا بياس. الله يطول عمرك اخويا الزين. شنو هذا كدير؟ تي باكلي ونحطو فيهم الفرويز زاك الكل. اوكي. الوز وكذا ويعرفوا زاد. ونديرو تي بناني على تي اخضر. شنو مرحبا. بابا تي مروك راه واحد وراه مش كيما تبغى تي احنا. مرحبا اخويا. مرحبا. احنا كنكبو بحالك على بالك. كوبو تي كيما هاك. مازال. الله يحفظك. انتم الخوت. عقلوا على البطل الخوت اللي بغى يجي. اللي بغى يجي الخوت مرحبا به. عند الفلوكة شيء الفلوكة. نوريكم بطل الخوت اللي بغى يجي. راه قريبة لهنا. قريبة لهاد البلاصة هادي نتوما شوفوا. حاولت الخوت نخلصو ما بغاوش. الكرام ديال التوانسة ما عندنا ما نديرو. الله يحفظك اخويا. شهر ربي يحفظكم انتوما. شهر ربي بقى علينا ستة. يحفظكم. انت ما بتبانش. تربان تربان. تحية تونس. تحية تونس. كمل الخوت الكويش الزوين. حاب نقول طيب واعر بزاف. حاب نقول لجماعة المروكان بزاف الكل لأن نحبكم بزاف. وجيو لتونس خويا ونعطيكم التي البقلاوه وانا كنجي غادي قبل انا مرحبا طيب مرحبا بك اخويا نسمه اللي جا يعيط يقلب على من نسمه قناه العائله نسمه اخويا قناه العائله نسمه مرحبا بكم والله الا عنده احسن ثقه قسما بالله ماشي زعما مجامله والله الا واعر فضل اخويا خويا فرط الله يعاون اخويا الله يطول عمرك شكرا خوت والله العظيم الا بالروجو الا عنده واحد التيله خطير تي كيديروا فيها انتم راه شربتو انا يا فيل في الفواكه الجافه تقريبا كلهم اللوز الكاجو واحد اخر ما عرفتش الكاوكاو النعناع فريمون شي حاجه خطيره